تلاميذنا الأعزاء، نتناول في هذه الحصة مهارات الابتدائي والانتهائي في كتابة المقال. تلاميذنا في البكالوريا يواجهون جملة من الصعوبات في صياغة المقدمة وتحرير الخاتمة. يمكن إجمال هذه الصعوبات فيما يلي: صعوبة في اختيار المدخل المناسب لتحرير المقال، صعوبة في اختيار الإجمال المناسب لتتويج المقال. هاتان الصعوبتان يتعثر التلميذ في التعبير عنهما واختيار الأساليب الفنية والصيغ اللغوية المناسبة لها. نحن في هذه الحصة سنساعدكم على معالجة صعوبات صياغة المقدمة والخاتمة من خلال جملة من التوجيهات وأيضا شيئا من التطبيق. كيف نتعامل مع صعوبة تحرير المقدمة والخاتمة؟ لابد من خطط علاجية ذاتية قبل الامتحان وأثناءه. قبل الامتحان تلميذنا يحتاج أن يعي بالمراحل المنهجية للمقدمة وللخاتمة. يحتاج أن يطلع على أنواع من المقدمات والخواتيم في مواضيع مختلفة الصياغة. طبعا لا يمكن أن ننسى مقاييس إسناد الأعداد حتى نوجه عملنا وفقها. ينصح بأن يتجنب إعداد المقدمات الجاهزة، فحفظها يسيطر على الذهن وينزل في كل مكان. يستحسن تدوين هذه المحاذير في جثاثات عند المراجعة لتفاديها. أما أثناء الامتحان فخطتنا تصبح عملية أكثر وتقوم على التنظيمات التالية. التنظيم الأول أن يوزع التلميذ زمن الحصة بدقة على مراحل العمل حتى لا يهمل إنتاج الخاتمة وتحريرها بتعلة ضيق الوقت. التنظيم الثاني لا يحرر التلميذ المقدمة منذ بداية الحصة، بل يحررها بعد أن يكون قد استوفى التحليل والمناقشة والتأليف على مسودة العمل. التنظيم الثالث يراجع المترشح الخاتمة على المسودة قبل أن ينقلها على الورقة النظيفة. التنظيم الرابع لا يعول التلميذ على الذهن في آخر الوقت، بل ينتج المقدمة والخاتمة جيدا ويراجعهما. التنظيم الخامس يولي المترشح الإشكاليات آخر المقدمة عناية كبرى، فهي مجال تميز التلميذ. تلاميذنا الأفاضل، نجري تطبيقا آخر حول مسألة المقدمة والخاتمة. تلاميذنا يشتكون كثيرا من سوء كتابة المقدمة وقلة الوصول إلى الخاتمة. من أجل ذلك بنينا حصة في كيفية التعامل مع الموضوع وإنتاج خاتمة جيدة ومقدمة مفيدة، وسنطبق على موضوع مقدم إلى تلاميذ البكالوريا هذه السنة. الموضوع المقدم مقترح أمامكم في العرض يقول: بنى الحكيم مسرحية شهرزاد نصا تراجيديا يصور معاناة شهريار بطلا تراجيديا يدفعه القلق إلى تجاوز القيود المادية لبلوغ رحاب المعرفة. هذا الموضوع بما فيه من مكونات يدعونا إلى أن نحلل وأن نناقش كيف يمكن أن نبني مقدمة جيدة لمثل هذا الموضوع وأن ننتج خاتمة مفيدة في مثل هذه العناصر. هذا العمل سنشتغل عليه من خلال تطبيق أجراه تلميذ، ننطلق منه، نحدد صعوباته ونعالجها. التلميذ الذي قدم لنا هذا الموضوع فهمه ولا شك، ويكفي أن نذكر بأنه انتبه إلى وجود العنصرين التاليين: أولا النص التراجيدي باعتبار المسرحية في حد ذاتها مسرحية تراجيدية بنية ولغة، وانتبه أيضا إلى أن العنصر الثاني يخص شهريار بطلا تراجيديا، هذا البطل الذي يخوض رحلة معرفية. ويمكن من ذلك أن نكتشف أن موضوعنا يدور حول مظاهر التراجيديا
والتراجيدي، التراجيديا والتراجيدي. التراجيديا تخص النص، والتراجيدي يخص الشخصية. وإذا انتبهنا إلى هاتين المسألتين أمكن أن نكتشف أهم ما في مسرحية شهرزاد، وبالطبع إن حدود ذلك هو مما يمكن أن يناقش به. كيف الآن صاغ هذا التلميذ مقدمته؟ ما كتبه التلميذ مقدمة لهذا الموضوع هو ما يلي: تنوعت مسرحية توفيق الحكيم المشوقة والتي تغلب عليها التراجيديا. والواقع أن تنوعت تحتاج مسرحيات وليس مسرحية واحدة. فمن مسرحياته التي كتبها مسرحية شهرزاد. إذن نحن مع المحور في نص تراجيدي وأسطوري، وهذا شيء من المرجعية. تنوعت فيه المشاهد والاضطرابات إلى رحاب المعرفة. نلاحظ هناك محاولة للاستفادة من الموضوع ومن المقولة، ولكن ليس هناك علاقة بين الاضطرابات والرحلة. في هذا السياق قد بنى الحكيم مسرحيته، وهذا إدماج المقولة من الأجل أن يوضع بين مزدوجين. نصا تراجيديا يصور معاناة شهريار بطلا تراجيديا يدفعه القلق إلى تجاوز القيود المادية لبلوغ إرحاب المعرفة. لننتبه الآن إلى الإشكاليات. السؤال الأول الذي وضعه التلميذ هو حول الخصائص الفنية التي اعتمدها الحكيم. إلى أي مدى ينسجم هذا السؤال مع النص التراجيدي ومع البطل التراجيدي؟ نعم، هذا جانب أول يمكن أن نعيد النظر فيه، لأن الأسئلة تحتاج انسجاما مع طبيعة الموضوع. كيف صور معاناة شهريار بطلا تراجيديا؟ نعم، هذا يمكن أن يكون إيجابيا لأنه انتبه إلى هذه المعاناة وفيما تتمثل أهم وسائل النص التراجيدي. هذا يرتبط بالنص التراجيدي، نعم، ولكنه جاء في غير محله، كان من الأولى أن يكون سابقا. ثم إلى أي حد ظل شهريار يدفع إلى رحاب المعرفة؟ سؤال يوحي بالنقاش ولا يركز كثيرا على المسألة الجوهرية. فالمسألة الجوهرية هي الجانب التراجيدي أكثر من الرحلة. هاتي نبين ما في هذا الموضوع من صعوبات. التلميذ قد حاول فهم الموضوع وبناء مقدمة تتناسب معه، لكن واستوفى المراحل الثلاث في بنية المقدمة. ونعرف أن هذه المراحل هي بالأساس تمهيد، إدماج مقولة، وطرح إشكاليات. هذه المراحل إذا طبقناها على عمل التلميذ فهي مستوفاة، لكن لم يحسن أول صعوبة وجدها، لم يحسن تخير التمهيد فجاء عاما. الواقع لو كان فهم الموضوع جيدا لأمكن أن نختار تمهيدا مناسبا. ومثل هذا الموضوع يمكن أن ندخل إليه من مداخل ثلاثة. أولها الأثر المسرحي ومكانته الخلافية في أعين النقاد، يعني شهرزاد. كأن نقول إن هذه المسرحية قد مثلت نقطة اختلاف الكثير من النقاد، ومنهم من رأى كذا وكذا. ثانيها شخصية توفيق الحكيم الكاتب الذي يجرب خروج المسرح عن الاجتماعي إلى الذهني، والكتابة الذهنية قد جعلته ينحت بطلا تراجيديا من ورق أكثر منها من أسطورة. وثالثها التراجيديا في حد ذاتها جنسا في الكتابة، ومسرحية شهرزاد مثال على ذلك. إلى أي مدى تنسجم مع هذا المثال؟ الصعوبة الثانية التي اكتشفناها في كتابة هذا التلميذ هو سلامة تحرير التمهيد، فقد أعوزته هذه السلامة. المترشح يصوغ تمهيده في المقدمات دائما متجنبا الأحكام ومراعيا الوضوح والتدرج. هذه من شروط التمهيد، ألا نصدر أحكاما في البداية وألا نكون على عبارة غامضة غير دقيقة. نحن مثلا لو اعتمدنا المدخل الثالث، المدخل التراجيدي لهذا الموضوع، لقدمنا فقرة مثل هذه: عرفت التراجيديا انتشارا واسعا في الأداب الغربية.
شاعت نصوصها بين القراء العربي والغربي وترجمت مع رواد الأدب الحديث، ومن أهم محاولاتهم في الكتابة المسرحية ما قام به توفيق الحكيم، فبعد الترجمة تمت الكتابة وتم نقل هذا الجنس الفني ضمن سلسلة من المسرحيات الذهنية. هذه السلسلة برزت ضمنها مسرحية شهرزاد. نصل هنا إلى موضوعنا، ويمكن أن ننزل وقتها الموضوع تنزيلا واضحا فنذكره بنصه إذا أعوزنا أن نتصرف فيه، فهذا أمر مهم يثبت عمل التلميذ. الصعوبة الثالثة التي وجدناها هي صعوبة طرح الإشكاليات. هذا التلميذ قد تعثر لأنه لم يلتزم بعناصر الموضوع، هذا جانب مهم جدا. إذا اكتشفنا العناصر ووجهنا سؤالا إلى كل عنصر بدقة أمكن أن نسيطر على الموضوع. مثلا يمكن أن نخص اليوم التراجيديا بسؤال والبطل التراجيدي بسؤال آخر، يعني السؤال الأول حول مسرحية شهرزاد نصا تراجيديا، والسؤال الثاني حول البطل التراجيدي، ثم نسأل عن حدودهما بالذات في المناقشة. نقول مثلا ما هي مقومات التراجيديا في هذه المسرحية، وإذا قلنا المقومات سنعود إلى البناء واللغة خاصة، وكيف حول البحث القلق عن المعنى شهريار بطلا تراجيديا. الذي جعل شهريار بطلا تراجيديا هو القلق، ثم إلى أي مدى تكتمل مقومات التراجيديا في هذا المسرح الذهني، يعني سنعود ونناقش هل هي مقومات تامة، لن نشكك في وجودها لكن سنقول إنها منقوصة في البناء، إنها مثلا غير دقيقة في اللغة، وهل استوفى الحكيم هل استوفى شهريار قيام البطل التراجيدي القديم؟ لأنه يمكن أن يكون شهريار بطلا تراجيديا لكن ليس بالمعنى التراجيدي القديم الذي نعرفه، سيما والقلق مصطلح وجودي أكثر منه مصطلح تراجيدي. إذن نحن مع ثلاث صعوبات وجدناها في المقدمة وحاولنا علاجها بتدقيق المدخل وتحسين الإدماج وحسن طرح الإشكاليات. لو نذهب الآن إلى الخاتمة، هذا التلميذ في هذا الموضوع بالذات ختم عمله بما يلي، قال: تميز توفيق الحكيم ببناء التراجيديا ووظف مجموعة من الوسائل لتصوير البطل التراجيدي الذي يمر بمعاناة، فالمسرحية كلها تقوم على التراجيديا والصراع بين الإنسان والمكان. ثم فتح الأفاق فسأل إلى أي مدى صارع شهريار البطل التراجيدي معاناته التي تدفعه إلى القلق، وذلك لبلوغ رحاب المعرفة. هذا العمل يحاول أن يذكرنا بأن بناء التراجيديا أمر مركزي وأن البطل التراجيدي أمر مركزي، لكن انتبهوا يقع في ما لا يجوز في الخاتمة وهو التوسع. التوسع هذه صيغة من صيغ التوسع، وصيغ التوسع لا تجوز في التأليفات. ثم يحاول أن يقدم حكما عاما، المسرحية كلها تقوم على التراجيديا والصراع بين الإنسان والمكان، والخاتمة ليست مجال لأحكام عام. هناك قسم كامل مهمل هنا وهو التقييم. يجب أن تقيم مسرحية شهرزاد في ضوء هذه المسألة المطروحة وهذا الموقف النقدي. ثم إن سؤال إبداء الرأي هو سؤال عام، بل يعيد نفس ما اشتغل عليه. لاحظوا القلق وبلوغ المعرفة، هذا ما حلله التلميذ داخل العمل، فكيف نعيد ونعود ونفتح الباب أو الأفاق عليه؟ كيف نصلح مثل هذا العمل؟ سننطلق من صعوبات بناء الخاتمة. هذه الصعوبات نكشفها أولا في تنظيم المادة. مادة الإجمال في هذا العمل في هذه الخاتمة هي أقرب إلى التعليق، تلميذنا قد علق بدل أن يجمله، وأهمل التقييم كما بينا منذ حين، وأعاد طرح إشكالية هي في الموضوع وليست في فتح الأفاق. كيف يمكن أن نتجاوز هذه الصعوبات؟ هذا ما يحتاجه تلاميذنا وما يسألونه دوما. من الضروري هنا أن نستثمر
ما توصلنا إليه من نتائج في التأليف. طبعا من لا يضع قسما تأليفيا في آخر الجوهر لن يصل إلى خاتمة واضحة. وهذه النتائج لأنها كثيرة نعتصرها في نتيجتين رئيسيتين، وهذا ما أكدنا عليه في القسم النظري. النتيجتين الرئيسيتان في مثل هذا الموضوع تتعلقان بالعنصرين، عنصر النص التراجيدي وعنصر البطل التراجيدي. فمثلا نقول إن النص يتأرجح بين التراجيديا والملحمة. عندما نناقش هذا النص سنكتشف أن روح الملحمية المعينة تتوفر فيه، والتأرجح يظهر في البنية كما يظهر في اللغة. ثم يمكن أن نصل بعد مناقشة الموقف إلى أن بطولة شهريار قد بدأت تراجيدية، تتحدى وتصارع وتقاوم، وفردية أيضا، لكنها انتهت وجودية عبثية تتأمل وتنتج مواقف وتناقش مسألة معنى الحياة. الجانب الآخر الذي نهتم به هو صعوبات أدق في تقييم الموضوع. لاحظنا أن هذا التلميذ قد نسي التقييم، وهو نشاط من أنشطة الخاتمة، وأنه عوضه بشيء من التعليق الانفعالي. ولو شئنا أن نقيم هذه المسرحية مثلا وبالذات هذا الموضوع، لقلنا إن طرح مسألة التراجيديا والتراجيدي، هذه هي القضية التي نقيمها الآن في المسرح الذهني، تحتاج الاستئناس بفهم توفيق الحكيم للتراجيديا. توفيق الحكيم يقول: التراجيديا في نظري هي صراع الإنسان مع قوى أعظم من الإنسان. هذا الفهم مرتبط بفلسفته التعادلية، يعني أن الأبطال لا يدمرون لأن الآلهة قد أصابتهم أو لأن القوى قد سلطت عليهم، ولكن يدمرون لأخطاء في توازنهم الداخلي. التدمير الذاتي هو ما يؤسس لتراجيديا توفيق الحكيم. وإذا عدنا إلى فلسفته واهتممنا أيضا بتعريفه للتراجيديا، استطعنا أن ننزل المسألة ضمن فهم أدق وأعمق. نرجو لكم تلاميذنا إفادة واستفادة ونجاحا باهراً.